أستاذ يوسف تمرني باكر المكتب أنت وأختك أمل علشان ناخذ أقوالكم. أنا حاضر باكر أجيك وأي سؤال تبي أجاوب عليه. أنت تدري فيني زمان أنا في خدمة الشرطة والقانون والحكومة. أرجوك يا ولد محقق اختي لا لا اختي ما اقدر هذه اختي هذه حبيبتي تدري بها فاقدة عزيز مثل بضامر وحالتنا النفسية تعبانة وبعدين هي حمية مسكينة ما تشوف ولا تنسى انها هي بالعدة وما نقدر نكشفها على ريايل. يا أمل بس بحين روحت شذي الله كاتب إنه يموت. بس يا أمل بس عزي الله عليك على السبب الله يهمك يا وزادي يا واخرة سويت فيني السلامات. يا علي وروح شوف اختك ما اتصلت فيه رجعت بالتلفون وهي صارخ طلعت وهي تركض ما ندري ايش صاير روح شوفها بيت رفيجتها. لا تحاتي هي با الحين بتي شلون ما حاتي الحين الواحد في هالزمن ما يامن حتى على نفسه الحين حتى الكحل يبقونه من العين المسكوكه بعد روح يا ولدي بسرعه روح شوفها. انا هالمره بروح لكن مره ثانيه اذا تاخرت بروح لها وبسك عنها الباب. هذا أمر الله يا أمل والخير في اللي اختاره رب العالمين. لا تسوين في روحك شبي ساعات الموت يكون راحة من بلاوي الدنيا يا خوفي من اللي هاي عذاري ما أدري فينا من اللي مات أنا ولا هو. لا تيأسين يا أمل ولا تزيدين من مواجعك عليك بالصبر مو بعارفة يا عذاري تبيني أصيح عليه ولا أصيح على نفسي. خذني الوقت يا أمي أنا بترخص. لا تروحين قعدي معي شوي. تدريني يا أمي لو مضلال أخوك في هالبيت كان بيت عندك وما خليتك عن ابنك. ورايحة تو الناس ولا إذا حضرت الشياطين تأخرت على البيت وأكيد الحين يحاتوني. أوصلك؟ لا 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 ما يحتاج لا تتعب نفسك خطوتين وأوصل البيت.
خايف عليك من عيال حرام. طول عمري عايشين في هالفريج بأمان، وعيال فريج عمرنا ما شفنا منهم العيبة، ما شفنا منهم إلا كل خير. عن إذنك. اللي خسر زوجة مثل هذه ما أعتقد بيربح شيء بعد. إيش قلتي يا عملو؟ خافين هالكثر؟ ليش تمشين هالحزة في الظلام؟ لا والله اقلب قدامي. يلا البس. يلا زوجك فنقش، قلت لك اخوك ما يتكتك على صفقة ما يعرف ايش كثر بيطلع من وراها. ما انا من الاول قلت لك تحمليت كم شهر وبعدها بتلعبين بالفلوس لعب. الله ياهي عقارات، ياهي عمارات، ياهي محلات، فلوس ما لها أول ولا آخر. أنت ما ورثتي بس، أنت ورثتي اللي يمعه أجداد أجداده، وهو شخذ منك، ما أخذ منك شيء. هذا أنت على حطة إيدك، مسكين، مات شباب، ما كمل 100. حسافة لو مكمل 100 كان سوينا له عيد ميلاد بالحوش، ما صار ولا استوى. هابي بيردي تو ابو ظافر، هابي بيردي تو ابو ظافر، هابي بيردي تو ابو ظافر، هابي بيردي تو ابو ظافر. كلها ايام معدودة، وخليك يا العمية تبصمين على حلال ما له اول ولا اخر. وانت زوجتي على سنة الله ورسوله، حتى لو كنت زوجة ثالثة. هابي بيردي تو ابو ظافر. ليش ما نروح نستشير دكتور ونشوف هالشي يقول لنا؟ قلت لك 1000 مرة احنا ما بنروح حق دكتور. ما صار لنا كم من شهر متزوجين، الدنيا ما بتطير، ليش العيلة؟ يا عمري ما في اغلى من العيال عند الزوج والزوجة. قلت لك 1000 مرة ما بنروح حق دكتور، ولا في داعي ان احنا نروح له اصلا. اذا الله بيرزقنا فهذا من فضل الله علينا، واذا ما لنا نصيب لازم نرضى بقدرنا. هذه كتبة الله علينا. أداري لحظة يبا، خذي يا بنتي هذه كل الأوراق، قاصر بس أوراق الدكتور، باشر ناخذهم إن شاء الله وتكمل كل الأوراق. خلي الأوراق عندك يا يبا، مو لازم نروح باكر. ايش بلاش يا بنتي متردده؟ يبا انا قلبي مو مطاوعني اخذ من فلوسك، انت راس مالك هالمعاش، نقوم ناخذه منك. يا بنتي همي وهمك واحد، ما يصير تحملين المسؤوليه بروحك، ما يصير تشيلين الحمل بروحك، اليد الواحده ما تصفق. مصفوف في اليد يا يبا من 10 فوق الشيارة. إذا أنا يا بنتي أصل للشيارة أنت وفروحها، خذي الأوراق يا بنتي وتوكلي على الله. ما ببالغ لما أقول إن شركتنا بتحقق شراكة حقيقية بين فندقنا وبين شركة عريقة لها سمعتها ومركزها في العالم مثل شركتكم. هالمشروع إن شاء الله بيكون بداية تعاون في مشاريع قادمة إن شاء الله. إحنا في مؤسستنا نبحث عن خدمات فندقية راقية بعيد عن العمل الرخيص والمبتذل.
واظن انكم تحملون نفس التوجهات. بيكون عقدكم معنا ان شاء الله 5 سنوات قابل للتجديد. على بركة الله. يا اخوي تكسرت ريولنا وانت تلف ابنه من شارع لشارع. شلون انت مالك نية رد الحوطة؟ انا ما طلعت من سجن عشان ادش سجن مرة ثانية. يا اخي على الاقل نروح نريح شوي. النوم مو بكفاية احنا طول الليل سهرانين؟ الا عاد اذا في راسك شي ثاني. انت شب اذا بتروح الحوطة بروح بروحك. انا ما رايح. اروح بروحي واخليك؟ ما يصير. انت قد شفت زعيم يدور في الشوارع بروحه بدون الحرس ماله؟ كفو كفو يا محمد. اي انت الربحان انت الربحان. هذه مو صفقة، هذه خطة وخطط سنوات طويلة. اي يا محمد بالمبارك بالمبارك. شفت شلون اللي يشتغلون؟ وقع عقد مع شركة عودة لمدة 5 سنوات، كل سنة بيملون للفندق 4 أشهر. شيبي بعد شفت شلون من أي كتاف ياكل؟ يا عمي مشكلة الشركات الكبيرة هذه ما تسوي صفقاتها إلا مع الفنادق المحترمة والنظيفة. ايش قصدك يعني؟ فندق مو محترم؟ لا لا مو هذا قصدي. كلامك ما له معنى ثاني. مدام فاتح الفندق حق كل من هب ودب، حتى اللي هالو دخلتهم الغرف. اي مو هذا التكتيك. من هذا 10 ومن ذاك 20 ومن الكبير 1000 و2000. فندقنا بيدخل اكثر من الصفقات اللي يسوونها الفنادق الثانيه مع الشركات. ما علينا. لش اخبار فرنسيسة؟ اي زينه. انطر بس تليفون من الدكتور عشان يطمني عليها. اول ما يتصل فيك روح يبها وقطها بغرفتها خليها تكمل علاجها هني. ايش فيك وقف؟ اسمع هذه الفلوس تنزل واشتري لك عباية وشيلة على قدك وبسرعة. تقول؟ سمعتني ولا لا؟ بسرعة. يلا نسيتنا سيارة مبيوقة. يلا أنا للحين مترددة يا أمل. ما حد ضميره صاحي يقدر يغامر بفلوس غيره. شلون أنا أغامر بفلوس أبوي شجاع؟ شلون؟ يعني أنت بتغامرين في الحرام؟ لا، كل اللي فهمته منك أن أنت بنت تفتحين بوتيك صغير. بالعكس هذا شي زين، ومنها تضربين عصفورين بحجر. لا هذا يحاسبك وكلمك ولا حتى المدير يصارخ عليك. المهم هي شغلة الواحد يشتغل فيها. وهالبوتيك يا أمل ما يبي له روح، ما يبي له تعال. هالبوتيك ما يبي له سجل، ما يبي له محل. أنا بريحك من كل اللي تقولينه. أنتي؟ بكلم يوسف أخوي. أخوك يوسف؟ لا، أنا عارفة زين ما يسوي شيء لويه الله، وأنا مو مستعدة أعوض عن خدماته ووقفته معي. في هالزمن يقولون خذ الحكمة من أفواه المجانين. يوسف أخوي وأنا عارفة زين. أهلا
عليكم السلام. عفوا شنو الموديلات الجديدة اللي نازل عندكم؟ والله يا طويل العمر هذه أحدث مجموعة وهذه آخر موديل نزل عندنا. هي حلو خفيف وشكله حريمي وعليه قوة إرسال، غير أنه في كاميرا وشغل عجيب. إنزين إذا سمعت لي ممكن توري حق الحرمة بالسيارة؟ تدري بعد الحريم حكومة، إحنا ما نقدر نسك خير بالإبرة من غيره. تفضل. حبيبتي شو رايك بالتليفون يا ام احمد؟ والله حبيبي طبقتها زينه بس مشكله ما يمشي ولا شنطتي. الى اخوي كلها واحد. اذا المدام مو عاجبها التليفون ممكن تتفضل المحل وتنقي التليفون اللي يعجبها. لا لا بالعكس اخوي، احنا ما بنحصل احسن من هالموديل ولا لون احسن من هاللون، بس يا ريت يكون اثنين عشان يصير فوز الزين. حلمت يا ابوك يوم اسمك راشد. تاكل عشان تنام وتقعد عشان تاكل؟ هذا مو شيء جديد يا جماعة، هذا الشيء ربيتونا عليه من زمان. تربونا على شيء سنين وتبونا نتركه في يوم، شلون؟ اذا كنت ناسي اذكرك، تذكرين ايام المدرسة؟ كنت حتى الواجبات والدروس تحلينها ولا تخليني اسويها. اذا كنت بعدل فراشي او بسوي اي شيء تقولي لي لا الخدامة الخدامة. حتى إذا بطلع المكان تقولي لي السايق خلي يوديك ويجيبك ولا تخليني أسوي أي شيء. مهما كبرنا يا يمة راح نظل بعينك وعين أبوي لحال صغار اللي ما يعرفون يصرفون أمورهم. تلبسينا اللي على مزاجك والوالد يخلينا نسوي اللي على كيفه. والحين الواحد بعد ما شاب قلتوا تعال نودي الكتاب. هذا إذا تربيتنا لك يا راشد، ولا أنت تبي تداري فضيحتك اللي سودت ويتنا؟ صحيح انت وفرتونا كل شيء يا يمه، لكن عمركم ما حسستوني بفرق بيني وبين السائق، ولا في فرق بين اختي والخدامة حتى. يلا قاعد تنشر يمكن فيهم شيء مهم. اكو صوت كيف بدينا صور ذهب هذه؟ لا تخلي شيء. يلا اشرح. اعطيني حريتي يا ريت كل اللي في هالدنيا في طيبتك، ان شان بقول هالدنيا بعدها بخير. شو فيك يا بنتي؟ شو اللي يدور في راسك؟ لا تشغل بالك يا يوبا، اقول يا ريت كل اللي تمناه الواحد يحصله، شان ما حد تعذب في هالدنيا. ولكن انا ما بغيت حتى شي حاجه، بس تذكرة رد لبلادي. وهي دخلت الحمام مثل الطلعه منه، والمصاريف اللي اندفعت على اقامتك سنتين، والسكن والاكل والشرب، هذا غير فلوس وهدايا الحب. عشت عيشه الملكات في هالفندق، اكل ومرعى وقلة صنعه.
بدل ما تشتغلين صرنا احنا نشتغل عندك. هذا اللي يسمونه البطالة المقنعة، بس نقصت الغشوة. إذا معزلة تبين السافرين طلعي مصاريف الأشهر اللي راحت، وإذا تبين السافرين بسرعة تعرفين شنو اللي عليك تسوينه. ما بيكون شغل المرقص وبس، واللي ما تقدرين تفهمينه يقدر يوسف يفهمك إياه يا مدام. وصلوا شباب، اقلبوا سهرتهم من سهرة لرحلة. حياكم شباب، قعدوا ويانا. احنا تعبانين، ما نمنا من البارح، راح اريح داخل. انا صدق تعبان بس خاطر اقعد يا الربع شوي. هاك يا ود، تعال امش امش، خذ رايح داخل. السلام عليكم فاطمه. هلا يما. شلونك خالتي؟ هلا بالغالية بنتي الغالية. شلون البيت؟ بخير، ويسلمون عليك وايد وايد. خالتي تابعت قلبي، البيت بيتك حبيبتي. اللي يعيش رجب يشوف العجب. اموت واحرق، ايش اللي لما هذا اللي يسموها مناتور محلمية؟ ومن متى الغراب يمشي ويا الصقر؟ سمعي بطل جبت مناتور. رغم اللي صار يا نعيمة، حفظ أنا راشد اللي حبك وعزك وودك، ويمكن بيوم الأيام راح أنساك، دائما راح تكونين بقلبي. صافي صافي، ما بغيش نسمع منك صار. شكون اللي غادي ينفذ ثاني؟ انا ولا انت؟ شكون اللي خدع ثاني؟ شكون اللي شاف السكين على رقبه ثاني وسكت؟ شكون اللي شاف روح ثاني قطع روحه بحال الطير المدبور وتفرق في الرمل؟ انا ولا انت؟ شكون اللي وسخ يدك دم الثاني؟ انا ولا انت؟ شكون اللي سكت بحال الشيطان وهو كيشوفه وكيقتله اعز واغلى ما عنده بالدنيا؟ انا ولا انت يا راشد؟ مره اخرى ما تورينيش وجهك، وهاد الغرفه ما بقيتش عقبها. روحي مثل التايحة في صحراء، ما بعرف شو تسوي، مثل الغرقانة اللي مو لاقية قشة تتعلق فيها. عذاري عنتر، شلون تزرع الشك والغيرة فيك؟ وهالوسواس بيحطم حياتك وبيتلف أعصابك. مو مسألة شك ولا غيرة، كل تصرفات هاني قاعدة أتأكد اللي تقوله. كل ما أتذكر مواقفه قاعدة أحس مثل الغشاوة الكبيرة اللي قاعدة تنزاح من على عيني، وهذا حقيقة ما لازم أهرب منها. هاني ما يحب غير نفسه وبس. أنا ما عاد نصبر، بس ما ألومه كتر ما ألوم البنية الوحدة منا لما تنخطب وبعقد شرع، حتى دام إنها تنام في بيت أبوها ما لازم تسلم روحها الخطيب. إيه بس هذا خطيبها وعقد عليها بعقد شرعي، يعني زوجها حلالة. الخوف اللي يبين في عيون لمياء من الأيام اللي جاية جواب على كلام الشنرجة. شنو موقفها بيكون له هاني يقول لها خلاص كل واحد منا يروح؟ بس يا منى بس، حرام عليكم، يكفي النار اللي بداخلي. انا لو مكانك كان ادوس على حب المشاعر واعز كرامتي ونفسي، وما انزل لي اكثر من كذي. بتقرب من عداه لان هذه ضحيه، والضحيه تحس بالضحيه اللي مثلها. انا كثير مبسوط، طالما لساتنا عم نحس بوجعنا من جوا وعم نتأثر باللي عم نساويه غلط،
معناته الحمد لله الدنيا لسه بخير وضميرنا لساته حي. غلط عن غلط يفرق يا عماد. لك يا راشد مو عيب انه نغلط، كل البشر بتغلط، بس العيب انه ما نعترف بغلطنا، انه نكابر ونقول لا ما غلطنا، انه نعرف وما نقدر نكفر عن غلطنا. تظن انك الغلطة تقدر تكفر عنها؟ الزمن عمره ما يرجع لورا يا اخي. بس نحن اولاد اليوم شبنا نطلع لقدام ما نطلع لورا. بعدين وضعي مو احسن منك بكثير. انا لا تواخذني بهالكلمة، بتضل انت ابن العم سلطان مالك وبيدك كتير شغلات تسويها، كتير تقدر تكفر عن غلطك اللي ارتكبته انت. شنو اسوي ما اسوي؟ انا اساسا شنو يطلع بيدي عشان اقدر اسويه؟ بعدين تعال هني، انت شنو قصتك اساسا؟ اولا بايدك كتير شغلات تسويها وانت بتعرفها، ما في داعي اشرح لك اياها. ومشان قصتي محسوبك قصته بتضحك يا راشد. قصتي بلشت من لما تعلقت بوهم كتير كبير اسمه خليج الذهب الاسود. تدريش اللي يقرب الناس لبعضها اكثر لما يكون ألمها وجرحها واحد، ما يحس بالنار غير واطيها. رب العالمين خلق لنا عيون نشوف فيها وعقل نفكر فيه، بس لما ينبض القلب العين تعمى والتفكير يغيب. بس أنا الحين عيوني مفتحة أكثر، بس ما تشوف غير سواد وظلمة، عقله بدا يعيد حساباته، بس الفاتورة راح يكون ثمنها غالي. أنا أكثر واحدة أحس اللي بداخلك، أحس شلون النار تحرقك من داخلي وما تلقين اللي يطفيها. أحس بالدمع، بالدمع شلون تكون محبوسة داخل عينك. الصرخة، الصرخة اللي ودك الدنيا كلها تسمعها لكنها تكون مخنوقة بالمرارة. العاجز ما على لسانه غير كلمة واحدة، يا ليت اللي صار ما كان. ها عملني، ايش رايك بالتسخين اللي سخناه اليوم؟ حلو، بس وصلتني عذاري ولا خليتني اصبح؟ قصدك شنوش قصدك؟ يعني شو ضرك حلي طلعت من المحل بتليفونين، واحد لك واحد لي؟ ياي بقيت لك هذا تسخين. بعدين وقفت سيارة عند المحل غلط، يعني اي دورية مرة اي واحد يلتح الرقم ويسجله ممكن يبلغ عنه. الله، يعني حين دقيقة ولا دقيقتين بتفرج؟ الدقيقة والدقيقتين تصير بهم كرسة. بعدين شحقة مستعجل لاحق على التليفون، تدري تليفونات كل يوم ينزل موديل جديد من 6000 طالع، اذا وصل 20000 اخذه واعطيك القديم. اقول اترك عنك الحكي اللي لا يودي ولا يجيب، مثل ما انسخنت انا بعد ناوي اسخن، بس قصرتني اوراق الاشعه وتقرير الطبيب يوم تبلع الموت. ها ايش تبي فيهم؟ أظنت إن الطاسة بدأت تشتغل. إحنا ما بنخسر شيء يا محمد لما نروح للدكتور، راضين باللي الله كتبه لنا، بس مثل ما يقولون العبد في التفكير والرب في التدبير. أنا بروح معك، بس اللي بيش تعرفينه إن اللي بيننا أكبر من اللي بنروح علشانه. ساعات الواحد يا محمد يضطر يسوي أشياء عشان لا يلوم روحه عليها بعدين. ساعات الواحد يجيب الهم والشقة ويا الراس حق روحه بروحه. ما بقى شيء اقدر احافظ عليه غير كرامتي، لكن بعطيك شهر بس يا هاني. تأكد بعد الشهر حتى لو رديت لي ما بكون لك. ادري ان انا خسرت كل شيء، لكن وصلت هالسواد بعطي روحي خيط أمن وبتعلق فيه، علو عسى يرسى على خير.
في أشياء وايد الإنسان ما يعرف قيمتها إلا بعد فوات الأوان، وأنت الظاهرة القريبة منك تكون رخيصة في نظرتك وما تحس بغلاتها إلا إذا بعدت عنك. لكن أتأكد يا هان، يوم بكون غالية في نظرك بتكون رخيصة في نظرتك. أبوي انتي زين اللي يتمنك، أود الكبريت من يولع ما نحتاجه مرة ثانية. فكرت في أشياء وايدة يوبا، لقيت إن أنسب شيء أشتغل في البوتيك. زين، المحل والبضاعة؟ المحل موضوع سهل، ممكن نحصل محل في أي مكان نشتري أو نأجره، بس المشكلة في السجل. سجل بيلا روحة وياية ساكن الفقارة، ما في شيهم بسهالة. انت ما تتصلين الا اذا في بلوة او مصيبة وهلك على روسنا. عذاري. عذاري؟ ايش فيها عذاري؟ لا يكون متقدم لها احد. تبيك بخدمة عذاري؟ تبيني انا بخدمة؟ زين شنو الخدمة؟ هالخدمة هذه مثل شربة الماي عندك. عذاري تبيك تشوف لها بوتيك صغير يعني على قدها، ممكن تأجره او تشتريه، يعني تبيك تطلع لها سجل بالسماء. عذاري مو طالبة الا سجل وبوتيك صغير؟ حاضر. غالية والطلب رخيص، بس هي ليش ما طلبت مني هالشي؟ الله يهداك يا اخوي، انت تدري فيها انها تستحي، وبعدين يعني عزت نفسها ما تخليها تتكلم باي شي، لا للقريب ولا للبعيد. ايه صح، بهذي انا اشهد. عذاري حتى ساعات تستحي من ظلها. حاضرين، الشغله هذه ما تاخذ مني اكثر من يومين، خاتيب الاوراق وانا حاضر. بس منين لها فلوس تفتح لها بوتيك؟ ايه من طلعت من الجامعه ما ترجعت بشيء حتى بدراستها، يعني عندها فلوس ابوها مال التقاعد، تبي تاخذ جزء منه وحابة تجرب حظها. لا 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 كلش مو تكتيك، ايش حق هالكلافة والتعب والأذية وعوار الراس؟ ايه لو تطلب مني انا بتكتك لها بدال البوتيك اخليهم 20 بوتيك. بس ايه لو يوسف الله يخليك لا تستعجل. يعني افهم من كلامك انك بتساعدين اخوك ولد امك وابوك على الامل اللي انطره من سنين؟ اخ يا قلبي، الخلال حلو بس بالعلالي يا اخوي. الصبر زين، ويقولون من صبر ظفر. Thank you.
الكرة اللي خلاها في ملعب خليتها في ملعب، خيرته عليه يختار، ولو أنا قرأت اللي في عينه اللي ما يقدر يقوله في لسانه. الحقيقة لو تكون مرة أحسن نعرفها الحين، ولا تصيحنا باكر من أوهامنا. أنت على الأقل قدرت تقرين لي بعيون هاني، بس أنا يا لميا ما أدري إيش اللي صاده وغير أحواله مرة واحدة. طمان، الجواز صار عندي. هاي أنا بروح القطار وبحجز لها على أول طيارة، وأنت من غير ما حد يحس فيك ومن غير ما تقول لها إني مطرشك خليها تجهز وتستعد، ماشي؟ هذا لأن ولدك طيبة والله من فوق دخيل اسمه معنا. قول يا رب يا رب. وهو ايش قال لما عرف ان السجل والمحلي انا؟ حسيت من نبرة كلامه ما غير، كأن احد يعصب عليه ما يبارد. حسيت انه بيخدمك بعيونه. عذاري حبيبتي الله يخليك، جهزي اوراقك بسرعة. باكر ان شاء الله بروح المستشفى وناخذ الشهادات الطبية، وبكذي تكون اوراقنا كلها جاهزة. يقولون اسعى يا عبدي وانا معاك. ايش درت يا عذاري؟ يمكن الكريم بيعوضك بهالبوتيك عن كل ايام الشقة اللي شفتيها بحياتك. الشقة اللي شفتها يا امل ما راح احس بتعبه الا اذا شفت الفرحة في عين ابوي والضحكة على شفايف اخوي علي. نعيمة خلصيني بقى، لازم تضب غراضك وتجهزي حالك، عمل لك رأيي رح صينك تطلع من الأوتيل. هاي خطة جديدة من براشد. ولك يا جد بالفرصة بتجي للبني آدم مرة واحدة بحياته، إذا ما استغلها بتضل ندمان عليها طول عمره. خلصيني بقى. تدرين أحيانا أحسدك. تحسدين على شنو؟ على حياتك اللي أنت عايشتها، تروحين وتين وتتأخرين وما حد يسألك من وين جيتي مع من رحتي ومتى بتردين. يمكن قبل كنت عايرك واقول ليش ابوك وامك يتحكمون فيك لهالدرجه. ما كنت اشوف غير حياتك لها حريه وناس وحفلات وطلعات، بس الحين بديت اشوف الصوره تتغير في عين. يا ريت اهلي ما اعطوني الحريه اللي اعطوني اياها، يا ريتهم كانوا يحاسبون ويتحكمون فيني بالراحه واليه. ما كنت وصلت بالحاله اللي انا فيها الحين. احس فيك تعبانه، ليش ما تتصل على اهلك وتقولين لهم انك بتباتين عندي ومنها باكر نروح الجامعه مع بعض. ما يحتاج اتصل ولا اظن انهم يفتكرون فيني. تدرين يا نرجس ساعات احس انهم مو اهلي ولا انا بنتي. يعني ما ودك تجينا، يعني ما تكبر علينا، صرت بتغير وقاسي، صرت حتى اشك فينا. يعني ما ودك تجينا. الله ينعيك الليلة بتسكرني اصفك. اقعد يبا زين اقعد، ايش وراك اشرب؟ اللي متجارب اليوم مصيرك باكر تشربه. اشرب. ايه بس لازم توفر في عصر التفقش، والمثل يقول لازم تحط البطل الابيض لليوم الاسود. دكديك عدل. انت وياه من اليوم ورايح ابيكم تجهزون نفسكم عدل. انا بصراحة قررت ارجع العصر الذهبي مال الحوطة، علشان كذي نطياتنا لازم تكون غير وخططنا كلها لازم تصير غير. وترى والي المكان اللي اخترناه
ما حد فكر فيه، علشان كذي أبيكم تضبطون نفسكم. خطتنا ما عليها غبار. المكان اللي قلت عنه ما راح نبوقه، ما نصير احنا والزمن على فقار المساكين ولا دنيا كلهم.